السلام عليكم أصدقائي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي، صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أصدقائي الغاليين، كالعادة لو لسه ما عملتوش لايك للفيديو ما تنسوش أصدقائي تدعمونا بلايك للفيديو، دعم وتشجيع لينا، وتسلم إيديكم أصدقائي على الدعم اللي انتوا بتقدموه وعلى تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدنا وبتفرحنا. ربنا يسعد قلوبكم جميعا بإذن الله. لو لسه أصدقائي ما عملتوش اشتراك في القناة أو أول مرة تشاهدوا فيديوهاتنا على اليوتيوب، ما تنسوش أصدقائي تضغطوا على زر اشتراك في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديدة. والنهاردة أصدقائي هقدم ليكم طريقة أسطورية لتحسين البنج في جميع الألعاب الأونلاين اللي انت بتلعبها على الكمبيوتر بتاعك. باختصار أصدقائي، الفكرة انك انت تقدر تضيف اللعبة اللي انت بتلعبها، يعني اي لعبة اونلاين بتلعبها، زي مثلا ببجي موبايل، زي فري فاير، كول اوف ديوتي، زي الالعاب التانية الخاصة بالبي سي، زي اوفر ووتش، زي فورتنايت، زي كول اوف ديوتي ويرزون، اي لعبة انت بتلعبها اونلاين على الكمبيوتر بتاعك، بنفس الخطوات اللي احنا هنعملها تقدر تحسن البنج بيها، تقدر تحسن البنج فيها بنسبة 100%. عمر اصدقاء، احنا اغلبيتنا بنلعب لعبة ببجي موبايل، الشرح هيكون للعبة ببجي موبايل، وبنفس الخطوات لو انت اتبعتها وركزت فيها هتقدر برضو تحسن البنج في اي لعبة انت بتلعبها على الجهاز بتاعك. بكل اختصار اصدقائي، انت هتخلي اللعبة او المحاكي اللي انت هتشغله اللي هو بيتصل بالانترنت ياخد اكبر نسبة من الانترنت، بحيث ان يكون اللعبة مستقرة في البنج، بحيث ان البنج عندك ما يعلاش وبعد كده ينزل بعد كده يعلى وهكذا اصدقائي. فبكل اختصار الطريقة بسيطة جدا، ركز معايا في الخطوات يا صديقي، واي اكواد انا هستخدمها هسيبها لك طبعا في وصف الفيديو علشان تبدا تطبق الخطوات. اول خطوه اصدقائي هنعملها انك انت تضغط على رمز الويندوز زائد حرف الار من الكيبورد، هتظهر ليك قائمه الرن بالشكل ده، وفي قائمه الرن هتكتب gbedit.msc بالشكل ده. بعد كده كل اللي عليك انك هتضغط على اوكي. انا طبعا لو ظهر ليك زي ما هو ظاهر عندي اختار 64 او 32، ولكن لو ما ظهرش ليك الخيار ده هتفتح ليك القائمه بالشكل ده. كل اللي عليك انك بتضغط على الويندوز سيتنج بالشكل ده، بتلاقي حاجه اسمها بوليسي بوزد كيو او اس بالشكل ده. كل اللي عليك انك بتيجي على البوليسي بوزد كيو او اس بالشكل ده، بتضغط عليه كليك يمين، بعد كده كرييت نيو بوليسي. طبعا هنا اصدقائي هنا بيقول لك البوليسي نيم، كل اللي عليك انك بتكتب اسم اللعبه اللي انت عايز تحسن فيها البنج، يعني على سبيل المثال لعبه ببجي موبايل مثلا، محاكي جيم لوب مثلا، فورتنايت، لعبه اوفر ووتش، او اي لعبه انت بتلعبها. على سبيل المثال احنا هنبدا نطبق الخطوات على لعبه ببجي موبايل بالشكل ده، فانت بتيجي هنا بتكتب لعبه ببجي موبايل بالشكل ده. هنا اصدقائي الرقم الزيرو ده بتخليه 46 بالشكل ده، بتغيره بتخليه 46 بالشكل ده، بعد كده بتضغط على نيكست. طيب هنا كل اللي عليك يا صديقي انك انت في الاول ابلكيشنز لا بتغير الخيار ده، بتخليها اونلي ابلكيشنز، او هتختار ابلكيشن معين. طبعا اصدقائي بتجيب اسم الابلكيشن، اول ما بتفتح اللعبه بتلاقيه من خلال التاسك مانجر الاسم كامل، او في طريقه تانية انك انت مثلا لو جيت على اي لعبه او اي محاكي بالشكل ده، وليكن مثلا ببجي موبايل، ضغطت عليها كليك يمين، بعد كده اوبن فايل لوكيشن، نفس الخطوات دي هتطبقها على اللعبه اللي موجوده عندك. يعني لو بتلعب مثلا لعبه فورتنايت، فانت بتيجي على ايقونه لعبه فورتنايت كليك يمين، بعد كده اوبن فايل لوكيشن. لو انت مثلا بتلعب لعبه كول اوف ديوتي وير زون، برده نفس الخطوات. فاحنا اصدقائي بنستخدم محاكي جيم لوب، فانت مثلا لو جيت على جيم لوب مثلا كده كليك يمين، بعد كده اوبن فايل لوكيشن تي اكس اسيستنت او اليو اي بالشكل ده. لو انت جيت في اليو اي هنا هتلاقي مثلا اندرويد ايميليتور اي ان، واندرويد ايميليتور اكس اي، وهتلاقي اندرويد ايميليتور، فانت عندك ثلاث ايقونات بالشكل ده بيشتغلوا. فانا طبعا اختصرت ليكم الموضوع ده كله وعملت ليكم الثلاث ايقونات ولكن بالاسم الكامل، اللي اول مثلا بتفتح التاسك مانجر تلاقي الاسم معاك موجود بالشكل ده اندرويد ايميليتور اي اكس دوت اي اكس اي. انا اخد اول
الاسم معانا بالشكل ده تمام، وبنيجي في المكان ده بنعمل له لصق بالشكل ده اهو، يبقى اول خيار معانا ان احنا نختار اونلي ابلكيشنز، بنضيف اول خيار معانا اللي هو اول اسم ده بالشكل ده، بنضيفه في المكان ده ونقطع على نيكست. بعد كده بنقطع على نيكست. هنا اصدقائي في التي سي بي، التي سي بي بتغيرها بتخليها تي سي بي اند يو دي بي بالشكل ده تمام اصدقائي. بعد كده بنقطع على فينيش، ده اول اسم احنا ضفناه. ولو ضغطنا هنا هتلاقي طبعا اسم اللعبه اللي احنا ضفناها، لو انت ضغطت هنا بالشكل ده هتلاقي اول اسم اتضاف معانا اللي هو بابجي موبايل تمام اصدقائي. طيب دي اول خطوه احنا عملناها. الخطوه الثانيه ايه اللي احنا هنعملها؟ برضو بنيجي على البوليسي بوست كيو او اس بالشكل ده، كليك يمين وبنقطع على نيو برضو، وهنا في البوليسي نيم هنيجي على الجيم لوب بالشكل ده، هناخد اسم الجيم لوب بالشكل ده ونيجي هنا. اول حاجه ضفنا بابجي موبايل، بعد كده الاسم اللي بعده نضيف جيم لوب، هنقعد نضيف جيم لوب بالشكل ده، والرقم ده هنخليه برضو 46 بالشكل ده، ونقطع على نيكست بالشكل ده. هنا برضو بنختار الاونلي ابلكيشنز، بنيجي بقى على الاسم اللي بعده، احنا اخترنا ده في الاول، يبقى هنيجي على الاسم اللي بعده بالشكل ده، هناخد الاسم ده كوبي وبنيجي في المكان ده بنضيفه بالشكل ده، ونقطع على نيكست. بعد كده نيكست، هنا التي سي بي برضو بنخليها تي سي بي اند يو دي بي بالشكل ده، ونقطع على فينش. يبقى احنا كده ضفنا ايه؟ 2 اللي هو الجيم لوب والبابجي موبايل. بعد كده برضو بنضيف اخر خيار معانا، بنيجي برضو على نفس الخيار كليك يمين، بعد كده كرييت ا نيو بوليسي بالشكل ده، بعد كده بنيجي على البوليسي نيم بنخليها بابجي بالشكل ده، وهنا برضو بنخليها 46 بالشكل ده، ونقطع على نيكست. هنا بنختار الاونلي ابلكيشنز، وبنختار اللي هو الاسم الاخير معانا الخاص بالمحاكي تمام بالشكل ده، وبنيجي هنا بنعمل له لصق بالشكل ده، ونقطع على نيكست. نيكست مره ثانيه، هنا بنخليها تي سي بي اند يو دي بي بالشكل ده، ونقطع على فينش. يبقى احنا ضفنا الملفات بتاعتنا او ملفات اللعبه اللي اول ما بتشتغل بتبدا تتصل عن طريق الانترنت، فدول الثلاث ملفات المهمين اللي انت لازم تضيفهم علشان تضمن لما تشغل المحاكي وتلعب اي لعبه على المحاكي مباشره طبعا اللي هيتم الاتصال عن طريق الثلاث ملفات اللي انتوا شايفينهم دول. بعد ما بيتصل طبعا اصدقائي هتحسن عندك البنج بنسبه كبيره جدا في كل الالعاب اللي انت هتلعبها على المحاكي، يعني انت عملت الخطوات دي على لعبه ببجي موبايل واستخدمت المحاكي، اول ما بتفتح المحاكي بيتم الفتح عن اي ملف من الثلاث ملفات دول، سواء الاندرويد ايميليتور اي اكس دوت اي اكس اي او اندرويد ايميليتور اي ان دوت اكس اي او اندرويد ايميليتور دوت اي اكس اي. الثلاث ملفات دول مش هيطلع براهم اي ملف اتصل من الانترنت تمام يا صديقي. فانت قدرت كده تحدد الثلاث ملفات وتضمن انك انت لو حملت اي لعبه على المحاكي هتصل من خلال اي ملف من الملفات دي، وهيتم تحسين البنج بنسبه 100% عن طريق الملفات دي وعن طريق الخطوات اللي احنا ضفناها مع بعض. انا عارف ان خطوات جديده وخطوات مميزه جدا، ولكن يا اصدقائي انا انصحك انك انت تعمل الخطوات دي على المحاكي بتاعك بدون اي مشاكل علشان تحسن البنج عندك في الالعاب اللي انت بتلعبها على المحاكي. ولو انتم ما عرفتوش ازاي تحسنوا البنج عندكم في الالعاب الخاصه بالبي سي زي فورتنايت او اوفر واتش او كول اوف ديوتي ويرزون او لعبه جاتا او اي لعبه بتتصل بالانترنت على البي سي، انا ممكن اعمل لكم فيديو تاني عادي مفيش اي مشكله، ولكن اعتقد ان الخطوات بسيطه ومش محتاجه ان انا اعمل فيديو جزء تاني عن الخطوات دي. فده اصدقائي بكل اختصار الفيديو بتاع النهارده، اتمنى اصدقائي ان يكون الفيديو نال اعجابكم. في النهايه اصدقائي ما تبخلوش علينا بعمل لايك للفيديو، دعم وتشجيع لينا، وتسلم ايديكم اصدقائي على الدعم اللي انتم بتقدموه وعلى تعليقاتكم الجميله اللي بتسعدني وبتفرحني، ربنا يسعد قلوبكم جميعا باذن الله. لو لسه اصدقائي ما عملتوش اشتراك في القناه او اول مره تشاهدوا فيديوهاتنا على اليوتيوب، ما تنسوش اصدقائي تضغطوا على زر الاشتراك في القناه، فعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. مستني رايكم في الفيديو من خلال التعليقات، واي استفسارات اكتبوها من خلال التعليقات وان شاء الله هرد على جميع استفساراتكم، وانتظرونا في الفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورمضان كريم. Ooh.